مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، اعلنت انطلاقة شوط الوداع وشوطنا الثاني عشر خصص للبكار. نتمنى دائما التوفيق والناموس للاخوة المشاركين الطيارة التي طارت بتوقيتها وسلاماتها الى اهالي مشرف كافة وين ما يسكن. علي بن حميد الرزي صاحبة افضل توقيت تاريخي ابو احمد، 4:39 و59 جزر الثانية. تهانينا لراعي الطيارة علي بن حميد الرزي، والتاني موصولة ايضا لمالك الطيارة. عود الى مقدمة الشوط، شوط الوداع يسير، شوط الوداع يحلق هناك على مدرجه المميز مع جبارة محمد بن خلفان الغويص، هو من يستفتح إذاعة هنا مرموقة، وحمد بن حميد بن حارب المهيري ينتقل وياكم إلى المركز ثالث ملولة مع عبد الله بن سعيد بن رفيعة الفلاسي، ينتقل نقل على المركز الرابع. اللي في المركز الرابع هناك اللي هي سرابة وناصر بن حمد بن سيد بن عويضة الخيلي، النقلة على المركز الخامس هنا المسك خلاب ومطر بن علوان، بينما اللي في المركز السادس تتي شواهين سالم بن سلطان ابو نواس سابع المراكز هنا مع الحذر علي بن حميد الرزي، ينتقل وياكم الى المركز الثامن تصل فيه اللي هي بن ضبيان وعبد الله بن علي بن واس، انتقل وياكم الى المركز التاسع. اللي في المركز التاسع ايضا هنا شقره ومحمد بن خويتم بن مخيد بن خويتم العامري، بينما اللي في المركز العاشر اللي في المركز العاشر من اول شيف بن حميد من خليفة الشامسي. ها هي النتيجة، النقطة الأخيرة إلى اتجاهها، النقطة الأخيرة إلى أين تتجه أيها الجمهور، أيها الجمهور المميز إلى أين سوف تذهب هذه النقطة الجميلة؟ نحن لا نتمنى الوداع، إنما معاكم على موعد إن شاء الله، موعدنا في يوم الغد في نفس هذا الميدان بانطلاقة سن اللقاية. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس جبارة مع محمد بن خلفان الغويص والمسك خلف بن مطر بن علوان ثانيا المركز الثالث هنا شقرة ومحمد بن خويتم بن مخيد بن خويتم العامري، بينما اللي في المركز الرابع اللي هي تنويه احمد بن سيف الغويص السويدي خامس المراكز، اللي هي سرابه ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيلي، النقله على المركز السادس. اللي في المركز السادس حرك يا محرك هنا حملول سيف بن حميد بن خليفه الشامسي سابع المراكز. اللي في المركز السابع عبد الله بن علي بن واس، المركز التاسع تختلف فيه انا هنا مرموقه حمد بن حميد بن حارب الفيري، وفي المركز العاشر الدوليه مع محمد بن عبد الله المذيب والتشيبي. يلا يا ابو عبد الله، يلا يا ابو تشيم، حرك حرك مع الجمهور يا ابو سعيد، حرك مع الجمهور يا ابو سعيد، الجمهور يطالب شعار البرتغال هنا على اول المراكز. ها هي النتيجه، هكذا هي النتيجه، روح يا خليل عند المركز الاول، ادفع بموترك الى مقدمه الشوط، وارى جباره هي من تسيطر، هي من تسيطر على المركز الاول. الله يا محمد يا ابو خلفان الغويص، النقله على المسخلف بن مطر بن علوان الشبي، ينتقل وياكم الى المركز الثالث تنويه مع متوب مع تنويه، وصلت الدفعه الثانيه ذا رابع وخامس وسادس المراكز. يا سلام الدوليه مع محمد بن عبد الله المذيبي، وصل الشاعر سعيد بن محمد بن سعيد المري هنا يتجاوز مع جباره، ولكن اللي في المركز الاول ما شاء الله ما شاء الله على تنويه، ما شاء الله على تنويه، انا بسميها تنبيه، تنبيه انتبهوا انتبهوا اللي في المركز الاول، هنا تنويه في اول مراكز مسيطر على مقدمه الشوط. يا سلام يا سلام ما شاء الله، بس انا بقول له العصا سيده ولا تيها، والله العصايتها وما شاء الله طارت. تهانينا للمرة الثانية لأحمد بن سيف الغويص بمناسبة فوز هجنة بالمركز الأول، وقد مر نقلها المشرف وين ما يسكن بوشاب المركز الثاني، لمحمد خلفان الغويص المركز الثالث، سعيد بن محمد المري المركز الرابع، خلف مطر بن علوان المركز الخامس، سالم بن خيد الشتبي المركز السادس، محمد عبد الله المذيب المركز السابع، سالم بن علي بن مطر المركز الثامن. أيها الأخوة، هكذا كانت
النتيجة. كل الشكر دائما موصول إلى رئيس اللجنة العليا المنظمة سعيد بن محمد بن حزيم. الشكر موصول والتوقيت الزمني 4:44 و66 جزاء من ثانية. والشكر دائما موصول إلى موقع الناموس الذي ينقل لكم هذه الأحداث أولا بأول أيها الأخوة. والشكر دائما موصول إلى زميلي ورفيقي في عربة النقل عامر بن سلطان الهاشمي. وأفضل توقيت لا يزال حتى هذه اللحظة تحت أقدام الطيارة 4:39 و59 جزء من الثانية. تهانينا